قصص الأنبياء. القصة السابعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في بابل، وكانت تسمى أرض الكلدانيين، وكان أبوه يعبد صنما يسمى آزر فلقب باسمه، وكان كل أهل بابل يعبدون الأصنام، وقد انقطعت عبادة الله في الأرض في ذلك الزمان، لكن المولى عز وجل هدى سيدنا إبراهيم وآتاه رشده، فاستنكر عبادة الأصنام التي يصنعها بأنفسهم من الخشب أو الحجارة. وكان من فضل الله على إبراهيم أن اتخذه خليلا له وجعله إماما للناس، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله، ولذلك لقب بأبي الأنبياء، حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء تحقيقاً واستجابةً لدعوة إبراهيم التي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولاً منهم. قصة إبراهيم عليه السلام هي أطول قصة قرآنية بعد قصة سيدنا موسى عليه السلام، ومساحتها تزيد عن الجزء، وآياتها نزلت مبكرة في المرحلة المكية، واستمر نزولها حتى أواخر المرحلة المدنية، وهذا يعني أن قصة إبراهيم التي أخذت هذه المساحة الكبيرة في القرآن الكريم، وأخذت هذه الفترة الزمنية في نزول الوحي، لها دور كبير في تحقيق أهداف القرآن الكريم ومقاصده، فذكر إبراهيم في القرآن الكريم تكرر 69 مرة في 25 سورة مكية ومدنية، ومشاهد قصته موزعة في ثنايا القرآن الكريم على مدى 17 جزءاً، وهذا يعني أن ذكر إبراهيم عليه السلام حاضر في الذهن لا يغيب عن ذاكرة المسلم أبداً، لأنه رمز من رموز التوحيد ورمز من رموز الإسلام وقدوة المسلمين جميعاً. ففي هذه القصة المليئة بالأحداث المثيرة سنعرف من هو إبراهيم عليه السلام، وماذا يعني اسمه، وما هو نسبه، كما سنتطرق إلى مراحل حياته ابتداء من شبابه، وقصته مع قومه وتحطيمه لأصنامهم، ثم حادثة رميه في النار، كما سنعرض قصته مع النمرود بن كنعان، وهجرته عليه الصلاة والسلام إلى مصر، وكيف تزوج هاجر، وبعد ذلك سنعرف السر الإلهي من وراء تركه هاجر وإسماعيل في مكة، وقصة الذبح الشهير وبناؤه الكعبة، وسنختم بوفاته عليه السلام والعبر المستفادة من القصة. فلا تذهبوا بعيدا، وادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإعجاب للقصة. هو إبراهيم بن تارح بن ناحور بن فالغ بن عابر، وهو هود عليه السلام بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، وجمع جمهور أهل النسب منهم بن عباس على أن اسم أبيه تارح، وأهل الكتاب يقولون تارح بالخاء المعجمة، وقيل أن آزر لقب لصنم كان يعبده ويرعاه فسمي عليه، وقال ابن جرير الصواب أن اسمه آزر، ولعل له اسمان أحدهما لقب والآخر علم، وهذا هو المحتمل والله أعلم. فلما كان عمر تارح 75 سنة ولد له 3 أبناء، وهم إبراهيم وناحور وهاران ولد النبي لوط، وكان إبراهيم عليه السلام هو الأوسط، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين أي أرض بابل. وحكى الحافظ ابن عساكر أن اسم أم إبراهيم كان أميلة. ولد إبراهيم عليه السلام بحران في زمن حاكم ظالم ومستبد يدعى نمرود بن كنعان،
وكان أحد الملوك الذين حكموا الأرض في مشارقها ومغاربها. ويقال أنه في سنة مولد إبراهيم عليه السلام ذهب العرافون والمنجمون إلى النمرود وحذروه أنهم رأوا في علمهم أن غلاماً يدعى إبراهيم سيولد في شهر كذا وسنة كذا، سوف يفرق أهلك عن دينكم ويكسر أوثانكم. فلما دخلت السنة قام النمرود بحبس كل امرأة حبلى حتى مجيء موعد ولادتها، فإذا وضعت غلاماً أمر بذبحه، وفرق بين النساء والرجال لكي لا تحمل النساء في تلك السنة. لكن أم إبراهيم عليه السلام زوجة آزر لم يعلم النمرود بحملها لأنها كانت جارية، وشاء الله أن يولد سيدنا إبراهيم عليه السلام حاملاً دعوة التوحيد كسائر أنبياء الله. إبراهيم هو اسم علم مذكر من أصل سامي، ويعتبر من الأسماء المحببة عند الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، إذ يجمعون أن إبراهيم أبو الأنبياء عند هذه الديانات. ولهذا الاسم معنى عبري حسب ما ورد في التوراة، والذي يعني أبو الجمهور أو أبو الأمم، وله معنى أرامي كالأب الرحيم أو الأب الحنون. فاسم إبراهيم، والذي يعني الأب العالي أو الأب الرفيع باللغة الكلدانية، ينفي بذلك اعتقاد البعض أنه اسم عبري الأصل، فأصل كلمة إبراهيم من مدينة كوثة وهي بالقرب من الكوفة. ومع تغير اللهجات تم تبديل الاسم بعدد من الاشتقاقات كأبراهام وأبرام وأبرهة. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كان قوم إبراهيم قد انتقلوا إلى الشرك بالسماويات كالكواكب والشمس والقمر، وصنعوا لهم الأصنام بحسب ما رأوها من طبائعها، فيصنعون لكل كوكب طعاماً وخاتماً وبخوراً وأموراً تناسبه بزعمهم. فمثلاً تمثال للشمس، وتمثال للقمر، وتمثال لإله الحب، تمثال لإله النور، وتمثال لإله الزرع، وهكذا. فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بزعمهم. وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة والأصنام، ويعملون لها أعياداً وقرابين. فكل من كان على وجه الأرض كانوا كفاراً في وقت إبراهيم الخليل. ومن العجائب والأمور المدهشة أنه في وقته عليه الصلاة والسلام ما كان على الأرض موحد معه إلا زوجته سارة، وكان معه ابن أخيه لوط عليه السلام. لكن إبراهيم كان أمة لوحده، ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال، حيث أن قومه توارثوا عبادة الأصنام بتقليد أعمى وتعطيل للعقل البشري، فجعلوا لتماثيل صنعوها بأيديهم قدرة وقوة يخضعون لها. ولما امتلأت الأرض بالشرك بعث الله إبراهيم عليه السلام، وكان أبوه آزر ممن يصنعون الأصنام، فبدأ بدعوة أبيه وتذكيره بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وكان يدعو والده باللين والرفق ولا يخاطبه إلا بقوله يا أبتي، إلا أن أباه أصر على موقفه وطلب من إبراهيم أن يهجره ويتركه. ثم انتقل عليه السلام إلى دعوة قومه، فدعاهم بطرق شتى. ففي الأول دعاهم بطريقة لا يمكن لصاحب عقل أن ينفر منها، فلما كانوا يعبدون الكواكب التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل، قال لهم هلما يا قوم ننظر هل يستحق هذا الذي تعبدون من الإلهية والربوبية؟ فلما رأى كوكبا قال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، مع أنه يعلم العلم اليقين أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. ثم انتقل إلى القمر، فلما رآه بازغا قال هذا ربي،
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فقد صور نفسه بصورة الموافق لهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشمس، فلما رآها بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة. فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق هو الذي يتعين أن يعبد، فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة، وعجزوا عن نصر باطلهم، ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج. فلما رأى منهم صدوداً أقسم لهم أنه سيكيد أصنامهم، وحينما خرجوا من القرية أخذ يكسر الأصنام كلها إلا كبيرها الذي تركه. فلما عاد القوم إلى قريتهم ورأوا أن أصنامهم قد تحطمت، ذهبوا إلى إبراهيم كي يسألوه عن ذلك، فقال لهم إن كبيرها هو من حطمها فاسألوه، وإنها لو كانت تعقل لاستطاعت حماية نفسها من الاعتداء. وعلى الرغم من أن صوابهم عاد إليهم في حينها، إلا أنهم سرعان ما عادوا عن رشدهم، فكبيرها صنم لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى في سورة الأنبياء: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بعد هزيمة قوم بابل بالحجة والبرهان أمام إبراهيم عليه السلام، لجأوا إلى البطش والتنكيل فأرادوا إحراقه بالنار، فعمدوا إلى أرض صخرية صماء أحاطوها بالحجارة، وجعل الناس يجمعون الأخشاب فيها حتى صارت كالبنيان المرتفع فأشعلوها بالنار. ثم جاءوا بالمنجنيق فوضعوا إبراهيم عليه السلام في كفته وقيدوه وهو يدعو دعاء المضطر المحتاج: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى إبراهيم فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. كما أن ملك المطر استأذن أن يطفئ النار، ولكن أمر الله كان أعجب، فقال رب العزة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس: لو لم يقل الله وسلاما لآذاه البرد. وكانت هذه المعجزة درساً للمؤمنين، فالنار لا تحرق إلا بأمر الله، والسكين لا تقطع إلا بأمره سبحانه، وكل المخلوقات ليس فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها بيد الله، هو الذي يعطيها وهو الذي ينزعها. سقط إبراهيم عليه السلام في النار ولم تشتعل ثيابه، وإنما احترق الحبل الذي قيد به، ووقف الناس ينتظرون انطفاء النار. وهنا كانت المفاجأة: إبراهيم وسط النار مطمئنا لا يحترق، ثم خرج منها أمامهم لم يصبه أذى. ورغم هذه المعجزة البينة لم يؤمن به أحد، فعزم عليه السلام على الهجرة من بابل بعد هذا التكذيب للآيات الواضحات.
كان هناك ملكا متجبرا زمن إبراهيم عليه السلام، وقد استعلى وأفسد كثيرا، فبلغ من فساده ادعاؤه الألوهية. هذا الملك هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وكان ملك بابل قد ملك الدنيا. وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه 400 سنة، وكان طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. فلما سمع بخبر إبراهيم عليه السلام أن هناك رجل سقط في النار ولم يحترق، طلب النمرود استدعاءه ومقابلته، وأخذ يجادله في الملك والقدرة. فذكر له إبراهيم عليه السلام قدرة الله على الخلق والموت. فلما قال الخليل ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فجاء النمرود برجلين من السجن، فأمر أن يطلق الأول ويقتل الثاني. ففي اعتقاده إذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. حسم سيدنا إبراهيم عليه السلام المناظرة بإقامة الحجة على النمرود، وذلك حين قال له: إن الله تعالى الخالق المدبر يجعل الشمس بقدرته تشرق من المشرق، فإن كنت كما تدعي فاجعلها تشرق من المغرب. فظهر عجز النمرود وبطلان كلامه وزعمه الواهي، فسكت ولم يجب، وظهر بذلك صدق دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذب النمرود، ولم يبق له كلام يجيب الخليل به بل انقطع وسكت. ويروى إن بعوضة دخلت في دماغه ومكثت 40 سنة حتى جعلته يضرب رأسه بالمطارق. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم، وهاجر إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق إلى بلاد الشام الأرض المباركة، ثم ما لبث أن تركها وهاجر إلى مصر. وكان يحكم مصر في هذا الوقت رجل جبار من الجبابرة المتكبرين المتسلطين على الناس. فكان هذا الملك الجبار كلما سمع بامرأة جميلة أرادها لنفسه، فإن كان لها زوج قتله حتى يأخذها لنفسه. وكان إبراهيم عليه السلام يعلم بأمر هذا الملك الجبار، فأخبر زوجته سارة بأمر هذا الطاغية، وطلب منها أن تقول إن سألها هذا الملك عن قرابتها بإبراهيم عليه السلام أن تقول إنها أخته. وبالفعل حدث ما كان يخشاه إبراهيم عليه السلام، فقد أخبروا الملك أنه قد دخل رجل وامرأة جميلة أرض مصر. فأرسل هذا الملك الجبار إلى إبراهيم عليه السلام يسأله عن سارة، فقال له إنها أخته. ولما ذهب إليها إبراهيم طلب منها أن تخبره أنها أخته، وأرسل هذا الظالم جنوده إلى سارة ليحضروها، فذهبت معهم. فلما سألها عن إبراهيم أخبرته بأنها أخته، فحاول هذا المتعجرف أن يمد يده ليمسها بسوء،
فشل الله يده فلم يستطع تحريكها، وطلب منها أن تدعو الله أن يفك عنه ما هو فيه ووعدها بألا يؤذيها. وحاول ذلك مرات فوقع معه نفس الأمر، فخاف هذا الملك وعلم أنه لن يقدر على الوصول إليها، فتركها تذهب وأعطاها خادمة لتخدمها وهي السيدة هاجر. وهذه القصة رويت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال كثير، وصاحبتهم هاجر القبطية المصرية، أما لوط فحل بمدينة سدوم. لما كان لإبراهيم ببلاد المقدس 20 سنة، قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه، فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها فغارت منها سارة، فشكت ذلك إلى إبراهيم فقال لها: افعلي بها ما شئت. فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عين هناك، فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافي، فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي في بطنك خيرا، وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل، ويكون وحش الناس يده على الكل ويد الكل به، ويملك جميع بلاد إخوته. فشكرت الله عز وجل على ذلك. ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام، قالوا: وولدته ولإبراهيم من العمر 86 سنة. قال القرطبي في التفسير أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل، خرج بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة، فكان ذلك كله بوحي من الله تعالى. وقال ابن القيم في زاد المعاد أن سارة غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جربا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في سقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما بعد أن أتمت هاجر شوطها 7 بين الصفا والمروة. جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض عند قدم إسماعيل. أحست هاجر بأمر ما عند ابنها فهرولت ناحيته ووجدت الماء ينبع عند قدميه. جعلت هاجر تجمع الماء وتحيطه بالتراب وهي تقول: زم زم، فسميت لذلك زمزم.
ظلت هاجر وحيدة في خلاء هي وابنها الرضيع، إلى أن أجاب الله دعاء الخليل فبعث الله قبيلة جرهم، وكانت قبيلة تقطع الصحراء باحثة عن أماكن تستقر بها بعد أن انهار سد مأرب. فمروا بوادي بكة، هكذا كان اسم مكة، فوجدوا الطيور تحوم، فأرسلوا من يتطلع لهم، فأخبرهم أنه وجد امرأة مع طفلها حول ماء، تعجبوا وقدموا إلى هاجر فاستأذنوها أن يقيموا عند الماء فأذنت لهم. وهناك نشأت مكة كمدينة بحكمة الله، ونشأ إسماعيل عليه السلام بين أفراد قبيلة جرهم العربية الأصيلة، وتعلم منهم الفصاحة العربية حتى صار أفصحهم. وجاء العرب المستعربة الذين هم ذرية إسماعيل عليه السلام، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأعجبهم، وحين شب زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، فكان كلما زاره من قبل لم يجده، ويترك له وصية مع زوجته، فقال لابنه أن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع لبناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، لأنه أول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر الخليل، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل، لأنه أول ولده وبكره. وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، أي شب وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس أن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح ولده العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد خلاء وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل لأمر الله في ذلك وتركها هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا، فقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم لطاعة والده الخليل إبراهيم قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للولد ولرب العباد. فلما استسلم لأمر الله وعزم على ذلك سمى إبراهيم وكبر وتشهد الولد للموت، فعند ذلك نودي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك، وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران، وكما كان مالك مبذول للضيفان. لهذا قال تعالى أن هذا لهو البلاء المبين، فأنزل الله كبشا أبيضا أعينا أقرنا وأملح. قال مجاهد: فذبحه بمنن، وقال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم اشتهر إبراهيم عليه السلام بكرمه فكان لا يأكل إلا مع ضيف حتى لقب بأبي الضيفان وفي ذات يوم جاءه ثلاث شباب فدعاهم وقدم لهم عجلا مشوي فلم يأكلوا فأنكر فعلهم فهم غريبون عن الديار وليس عليهم آثار السفر ولم يأكلوا الطعام هنا أخبروه أنهم رسل الله سبحانه إلى قوم لوط فكانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل هنا سمعت سارة بخبر هلاك قوم لوط الفاسدين فضحكت فزفوا لها البشرى أنها ستلد وسيكون ابنها إسحاق نبيا وأنها سترى حفيده يعقوب وإن يعقوب سيكون نبيا ماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله ثم تزوج عليه السلام قنطورة فولدت له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن إخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها وقد قيل إنه مات فجأة وقالوا أنه مرض عليه السلام ومات عن 175 عاما وتختلف الروايات في المدة التي عاشها إبراهيم ولكن أقلها يتحدث عن 175 سنة وقد دفن في مغارة في حبرون وهي المغارة التي اشتراها إبراهيم من عفرون بن صوحر لتكون قبرا له ولأسرته وكانت المغارة تتكون من قسمين في طرف الحقل الذي يستخدم للزرع وقد دفنت فيها سارة وكذلك إسحاق وزوجته رفقة يعقوب وزوجته ليا في القصة المقبلة ترقبوا منا قصة نبي الله إسماعيل ذبيح الله ومطيعه إلى ذلكم الحين تقبلوا منا جزيل الشكر والامتنان وادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد إلى اللقاء اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في قصة مقبلة، لا تبخلوا علينا باشتراككم.